أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو مؤشر. عند الحديث عن الأسواق المالية، المؤشر هو عبارة عن محفظة استثمارية وهمية للأوراق المالية التي تمثل سوق معينة أو جزء منها. لكل مؤشر طريقة حساب الخاصة به، وعادة ما يتم التعبير عنه من حيث التغير من القيمة الأساسية. المؤشر هو مجموع إحصائي الذي يقيس تغيير معين في مجال التمويل، وعادة ما تشار إلى المؤشرات بمقاييس أداء سوق الأسهم أو الأداء الاقتصادي. لكل مؤشر طريقة حساب الخاصة به، وعادة ما يتم التعبير عنه من حيث التغير في القيمة الأساسية. وبالتالي فإن النسبة المئوية للتغير هي أكثر أهمية من القيمة الرقمية الفعلية. وتستخدم الأوراق المالية وسوق السندات المؤشرات لبناء مؤشر صناديق الاستثمار وتبادل الأموال المتداولة التي تعكس محافظها مكونات المؤشر. ستاندرد أند بورز 500 هو أحد المؤشرات الأكثر أهمية، وهو المؤشر الأكثر استخداما في سوق الأوراق المالية. وتشمل المؤشرات البارزة الأخرى مؤشر دي جي ويلشاير 5000 ومؤشر ام سي اس اي ومؤشر السندات المركب ليمان براذرز. لأنه لا يمكن من الناحية الفنية الاستثمار فعلا في المؤشر، تسمح مؤشرات صناديق الاستثمار وصناديق الأموال المتداولة المبنية على المؤشرات للمستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل قطاعات واسعة في السوق و أو إجمالي السوق.